بعد ما عرضنا مشكلة قرية مسجد الخضر البرنامج مع مؤسسة حياة، تبنينا مشاكل ومطالب أهل القرية وجهزنا 6 عرايس في القرية بعد دراسة حالتهم، وكل بنت استلمت تلاجة وغسالة وبوتاجاز وسخان. أنتي في التقرير. مش اي حاجه اجيب اي حاجه لعيال لبنتي خالص، والبركه فيكم ربنا يسعدك. هتخش يعني بقى اعمل لها جهاز يعني فيه. هتخش بعد العيد ب4 ايام غساله وبوتاجاز وسخان. بقول البركه فيكم ومشكرين ويسعدكم كمان وكمان. عايز اخد جهاز بنتي، غساله، ثلاجه، بوتاجاز. انا مبسوطه من كل حاجه الحمد لله. نشكر برنامج واحد من الناس، ويجعلهم يرادوا الغلابة ويرادونا كلنا ويجعلهم من الكسبانين. نحمد ربنا ونشكر فضله ان ربنا رزقنا بولادي الحلال اللي عطف علينا وجابوا لي جهاز بنتي، وبنتي لسه ما جبت لهاش حاجة خالص. والبركة في ربنا وفيكم ان شاء الله. انا خدت طبعا تلاجة وبتجاز وسخان، وانا عندي الغسالة. متشكرين الف الف شكر. بشكر الاستاذ عمرو الليثي، وجاي اخد جهاز بنتي، جهاز العروستان، غساله وبوتاجاز وثلاجه وسخان، وربنا يخليه. وبنشكر برنامج واحد من الناس، الف شكر ان هم جابوا لي جهاز بنتي. جاي اخد غساله وثلاجه وبوتاجاز وسخان. مبسوطه والحمد لله اللي ربنا رزقني به، لان ايدي مش طايله ان انا اجيب حاجه زي دي، ومعايا 4 بنات وعيل لسه صغير ما يجريش ولا بيشتغلش. وبنشكر حضركم اللي انتوا جمعتونا وجاتوا في يوم زي دي. ربنا يبارك لنا فيكم يا رب، للي جابونا واللي سببوا ان احنا نجيب حاجه زي دي. الحمد لله مبسوطين ان ربنا رضانا بالحاجات دي.